لاحظ عند سقوط حجر، عند سقوط حجر في الماء يحدث اضطراب، هذا الاضطراب ينتقل وينقل الطاقة. إذن الموجة هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه شرق. الموجة اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه شرق. أيضا لاحظ حركة الشوكة الرنانة وحدوث اضطراب لجزيئات الهواء، فهذا الاضطراب ينتقل وينقل الطاقة. أيضا البندول حركته أيضا الحركة المستعرضة. إذا نقدر نقول الموجة هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه شرق. الحركة الموجية إذن هي مجمل حركة جزيئات الوسط. لاحظ كده في الحركة الموجية هي مجمل حركة جزيئات الوسط في اتجاه ما. هي مجمل حركة جزيئات الوسط في اتجاه ما. الموجة الكهرومغناطيسية، لاحظ مجال مغناطيسي عمودي على مجال كهربي، والاثنان عموديين على اتجاه انتشارهما. لاحظ مجال كهربي عمودي على مجال مغناطيسي عموديين على اتجاه انتشارهما. اذا الموجة الكهرومغناطيسية مجال كهربي عمودي على مجال مغناطيسي عموديين على اتجاه انتشارهما. مثال ذلك ان هي تنتشر في الفراغ وفي الاوساط المادية، تنتشر في الفراغ وفي الاوساط المادية مثل الضوء والحرارة وموجات اللاسلكي. فالموجة الميكانيكية تحتاج الى وسط مادي. لاحظ حركة جزيئات الهواء من الشوكة الرنانة، لكي نسمع الصوت يجب ان يكون هناك وسط. اذا تحتاج الى وسط الموجة الميكانيكية، لما يجي نعرفها هي موجة تحتاج الى وسط مادي تعمل على اهتزاز جزيئات الوسط. من امثلتها موج موجات الماء والصوت وموجات التي تنتقل خلال حبل او نابض. والامواج الميكانيكية هي الامواج التي تحتاج الى وسط ناقل لها زي الماء او الهواء او الزنبركيات. شروط حدوث موجة ميكانيكية ثلاث شروط. واحد وجود مصدر للحظة القاء الحجر، بيكون بيبذل شغل او طاقة تحول الى طاقة حركية ثم طاقة وضع. وجود مصدر. اتنين لازم يحدث اضطراب، حدوث اضطراب اول ما الحجر يجي في الماء نسمع او نرى اضطراب في الماء. تلاتة الوسط اللي ينتقل فيه الموجات. اذا شروط حدوث الموجة الميكانيكية وجود مصدر، حدوث اضطراب، وجود وسط ينتقل فيه. الموجة